هذا هو خطيب الممثلة السعودية إلهام علي، يصغرها بخمس سنوات. تتصدر الممثلة السعودية إلهام علي حديث السوشيال ميديا بعد أن كشفت عن هوية خطيبها التي كانت مجهولة خلال الفترة الماضية، وأكدت أنه من الوسط الفني ويعمل كممثل، واسمه خالد وهو من الرياض. أما عن سبب إخفاء علاقتهما، فقالت إلهام إنها لا تريد أن تركز الصحافة على حياتها الخاصة، على الرغم من أن زوجها لا مشكلة عنده في ذلك. ما كنت بقول صراحة. لازم تسألني ليه ما بقول. ليش ما تبين تقول؟ ما بالناس تركز على حياتك الخاصة. الشاب السعودي ريان جيلر كشف عن صورة خطيب الممثلة وأرفقها بتعليق مبروك وعشرة دائمة. خطيب إلهام وبحسب المتداول هو خالد صقر من مواليد عام 1990، أي أنه أصغر منها بخمس سنوات، وبدأ العمل الفني في العام 2011 بأدوار في الدراما السعودية، ثم انتقل للأفلام القصيرة ومنها الشقة 6 وكمان الفيلم الكذبي، وحاز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الشباب للأفلام عن فيلم عطوة. شاهدوا أجمل إطلالات إلهام علي. شغل داخل لهذا البيت، الحمد لله ربي مذكور على سان هذا دقيقة أنا أقدر أسوي ريلاكس. هيما نعم مدام، يلا قومي كاسين 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 روح.